يعد سامر عبد الرحمن لاعب الأهلي السابق والمدير الفني لفريق الناشئين مواليد 2006 واحدا من المواهب المميزة التي تسببت الإصابات في غيابه عن الملاعب مبكرة ومنعته من استمرار مشواره مع الساحرة المستديرة. ولد سامر عبد الرحمن بحي المعادي الهادئ في محافظة القاهرة عام 1974، وقبل أن يكمل عامه 13 انتقل للأهلي من قطاع الناشئين بالمعادي بعد أن اختاره رمضان السيد خلال مباراة بين الفريقين ليبدأ رحلة تألقه مع جيل جيد في القلعة الحمراء ضم أحمد سامي وهشام حنفي ومصطفى كمال وغيرهم. لم تكن الإصابة رحيمة به لينتقل إلى الشرقية للدخان مع مدربه الذي جاء به للأهلي وهو رمضان السيد، وخاض اختبارا قاسيا بعد إصابته بالرباط الصليبي تسببت في ابتعاده كثيرا عن الملاعب، حتى بعد أن عاد لممارسة الكرة انتقل لغزل محلة مع مدربه السابق عادل طعيمة ثم تجربة لمدة عام في الدوري الأمريكي، وعاد للعب في عدد من الأندية المحلية من بينها الألومنيوم قبل أن يعود من جديد للولايات المتحدة الأمريكية حيث اعتزل هناك وبدأ مسيرته التدريبية التي استمرت قرابة 5 سنوات. عاد من بلاد العم سام ليبدأ رحلة التدريب في عدد من الفرق العربية سواء للناشئين أو للكبار خاصة بالمملكة العربية السعودية، فقاد كل من القادسية والجيل والترجي والرياض، وعاد الطائر المغرد مع بداية الموسم الحالي لبيته الأهلي ليقود فريق مواليد 2006 بقطاع الناشئين بالأهلي. سامر عبد الرحمن يحكي عن تجربته ورؤيته للناشئين في الأشبال.